سلام صافا لاباس عليكم هانين مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتين كامل للعنايه بالبشره لتبييض تفتيح البشره تخلص نهائيا من الكلف تصبغات اثار حروق الشمس عندكم بقع الداكنه اثار الحبوب يعني اي مشكل عندكم في البشره. فانا اليوم غادي نشارك معكم روتين كامل ماسكات طبيعيه 100% لتبييض وتوحيد لون البشره. ودابا نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. كما قلت لكم في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم روتين كامل. دابا غادي نخليكم مع اول خطوه ونتلاقاو. بالنسبه للمقشر فانا استعملت معلقه كبيره ديال الشوفان، الشوفان اللي هو الخرطال، ومعلقه ديال سكر سنيده اللي عنده رؤوس صغيره. كنصحكم انكم في المقشر تستعملوا سنيده سكر سنيده اللي عنده يعني عنده رؤوس صغيره، ومعلقه كبيره ديال اللوبيا، ومعلقه كبيره ديال القهوه. بالنسبه للوبيا فانا كناخذها وكنطحنها على يديا وكناخذ البودره ديالها، كناخذ يعني البودره ديالها وكنضيف معلقه ديال القهوه الطبيعيه الغير معشبه بدون اضافات، قهوه 100% طبيعيه، ومعلقه كبيره ديال عسل طبيعي اولا عسل طبيعي للتجميل يعني اللي لقيتوه مزيان. انا هنا كنستعمل عسل طبيعي للتجميل. وطبعا غادي نجمع المقشر بزيت الزيتون طبيعي. صراحه انا كنفضل زيت الزيتون لانه جد فعال في توحيد لون البشره وترطيب البشره بعمق. بالنسبه للمقشر فانا كنطبقه على البشره ديالي والعمق ديالي لمده 10 دقائق وكنغسله بحركات دائريين. واللي هي المقشر. صراحه بالنسبه لي انا المقشر خطوه اساسيه في الروتين ديالنا لان التقشير كيساعد في التخلص من الجلد الميت، الرؤوس السوداء، التخلص من تصبغات، التخلص من الزيوت، ترسبات، الاوساخ، اي مشكل عندكم في البشره فان المقشر كينظف المسام بعمق. يعني المقشر كينظف البشره بعمق وكيوحد لون البشره، كيحفز الكولاجين وكيحفز الدوره الدمويه وكيخلي البشره لامعه ومشرقه. انا دائما كنستعمل المقشر في الروتين ديالي لان المقشر كيعطي واحد اللمعه في البشره وكيخلصنا نهائيا من الجلد الميت وكيوحد لون البشره. دابا غادي نخليكم مع الخطوه الثانيه ونتلاقاو. بالنسبه للماسك فانا هنا استعملت معلقه كبيره ديال ورق السدر مطحون. ورق السدر كتاخذوا من عند العطار سواء مطحون او لا ورقات كطحنهم على يديكم، ومعلقه كبيره ديال الحمص، معلقه كبيره ديال النشا، النشا اللي هي مايزينا، معلقه كبيره ديال النشا. النشا كنعرفوا ان مايزينا كتباع في اي بلاصه وغتلقاوها عند العطار اولا غير في الحانوت. المهم انا كنستعمل معلقه كبيره ديال النشا ومعلقه كبيره ديال التمر. غادي تاخذوا التمر، نواه التمر يعني عدومه ديال التمر، تاخذوا واحد الكميه. انا صراحه في رمضان بقيت كنجمعهم بزاف، جمعت واحد الكميه كبيره ومن بعد حطيتهم كينشفوا اولا كيجفوا تحت اشعه الشمس. ودابا كننصحكم انكم تستغلوا الفرصه، انا في فصل الصيف ودابا كاينه الحراره، يعني تجمعوا واحد الكونتيتي اولا واحد الكميه اللي كبيره من التمر وتجفوهم تحت اشعه الشمس، ومن بعد دخلهم الفران حتى يتحمروا مزيان وطحنوهم. يعني خدي جوج معالق كبار ديال بودره التمر وضفت عليهم قليل ديال الكركم طبيعي اولا كركم ديال التجميل اللي عندكم استعملوه، وضفت عليهم معلقه ديال دانون طبيعي اللي هو الياغورت، ومن بعد غادي نضيف حليب كامل الدسم. بالنسبه للحليب فهو غادي تبقاو تضيفوا بشويه بشويه حتى كتحصلوا على ماسك متماسك، يعني عجين متماسك ماشي سائل وماشي يعني عاقد بزاف، يعني يكون ماسك اللي تقدوا تطبقوا على البشره ديالكم
هذا الماسك هذا كنطبقوا على البشره ديالي والعنق ديالي لمده 20 دقيقه هذا صراحة أنا تعمدت أن يشارك معكم هذا الماسك هذا بهذا المكونات، لأن هذا الماسك اللي شاركت معكم فهو ماسك كينظف البشرة، كينظف المسام، كينظف يعني البشرة بعمق، لأن المكونات اللي فيه كتنظف البشرة بعمق، كتوازن الدهون، وفي نفس الوقت كتحفز الكولاجين اللي كيساعدنا في توحيد لون البشرة والتخلص من تصبغات والبقع الداكنة والتخلص من الحبوب وأثار الحبوب. هذا الماسك هذا فهو كيصلح لأنه كينقي البشرة وكيهدئ البشرة وكيخلصنا من الحبوب والرؤوس ديال الحبوب. إلا عندكم الحبوب في البشرة ديالكم فهذا الماسك هذا كينشفهم وكيخلصكم من الالتهابات ديال الحبوب، وفي نفس الوقت كيخلصكم من الآثار ديال الحبوب والآثار ديال الكلف وتصبغات، وكينظف المسام بعمق. هذا الماسك هذا كينظف المسام بعمق وكينظف البشره بعمق وكيوحد لون البشره. هذا الماسك هذا كنستعمله البشره ديالي والعنق ديالي لمده 20 دقيقه وكنغسله بحركات دائريين بالماء البارد. انا صراحه كنستعمل الماء بارد بكثره لانه كيعجبني وانه كيجدد الخلايا وكيجبد البشره وكيشد البشره، وفي نفس الوقت يعني كيحافظ لنا على شباب البشره ومورات البشره. هذا الماسك هذا صالح لجميع انواع البشره بما فيهم البشره الحساسه. ودابا غادي نخليكم مع الخطوه التاليه. بالنسبه للماسك الثاني فانا شاركت معكم واحد الماسك اللي هو غني بالفيتامينات، واهم فيتامين اللي هو الفيتامين سي. استعملت في هذا الماسك هذا معلقه كبيره ديال الروز الطبيعي العادي مطحون، معلقه ديال قشور البرتقال مجففه ومطحونين، معلقه ديال نيدو اللي هو الحليب المجفف، ومعلقة ديال بودور الشيا مطحونين، ومعلقة ديال نشا مايزينا، نشا اللي هي مايزينا. هاد البودرات هادو كاملين معلقة كبيرة من كل مكون، وغادي نضيف عليهم معلقة كبيرة ديال العسل الطبيعي او لا عسل طبيعي للتجميل، اللي عندكم فهو صالح. طبعا غادي نضيف معلقة كبيرة ديال دانون طبيعي او لا الياغورت طبيعي. الياغورت هو اللي كنستعمل صراحه في اغلبيه الوصفات، قليل في كنستعمل دانون واحد اخر. هنايا استعملت دانون طبيعي الياغورت. وغادي نضيف طبعا اهم مكون في هذا الماسك هذا واللي هو عصير البرتقال. نسبه لعصير البرتقال فانا غادي نبقى نضيفو على الماسك حتى نحصل على عجين متماسك او لا ماسك يعني متماسك. بالنسبه لعصير البرتقال فهو جد فعال في تبييض وتوحيد لون البشره والتخلص من البقع الداكنه وتصبغات والكلف. عصير البرتقال فهو فيتامين سي طبيعي الخالص النقي، لانه طبيعي 100% اللي كيشد البشره وكيعطي واحد الاشراقه وواحد اللمعان للبشره. هذا الماسك هذا غادي نخليكم تشوفوا الطريقه. ديال البشره فانا كنتعمد ان يشارك معكم اكثر من ماسك. وانا صراحه في الروتين ديالي دائما كنستعمل اكثر من ماسك البشره ديالي، لانني كنحاول ننوع في الروتين ما بين الماسكات. هذا الماسك اللي شاركت معكم دابا اللي هو ماسك اللي فيه الفيتامين سي، فيه بزاف ديال الفيتامينات، اللي هو الفيتامين سي اللي في البرتقال والفيتامين سي اللي في قشور البرتقال مطحونين، وفيه نواه ديال الشيا، نواه شيا مطحونه، نواه شيا اللي كتجبد البشره وكتشد البشره وكتهنينا من التجاعيد ومن الخطوط الرفيعه
والفيتامين سي اللي كيعطي واحد النضاره وواحد اللمعان للبشره. هذا الماسك هذا فهو كيصلح لجميع انواع البشره. الا عندكم بشره باهته ويعني ما فيهاش ديك الاشراقه وداك اللمعان، استعملوا هذا الماسك هذا البشره ديالكم والعنق ديالكم. العنق حتى هو راه كيبغي العنايه. انا دابا العنق ديالي مع الحراره التهب لي واحد شويه من هنا، غادي نخليه حتى يبرى. دابا كندير ليه الكريمات باش يبرى، ومن بعد غادي نشارك معكم حتى هو روتين خاص للعنايه بالعنق والرقبه. يعني هاد يعني حتى الرقبه هي خاصها العنايه. كما قلت لكم هذا الماسك هذا فهو جد فعال في توحيد لون البشره، التخلص نهائيا من الكلف وتسبغات، لانه فيه الفيتامين سي طبيعي. كنا كنعرفوا على ان الفيتامين سي طبيعي، فهو جد فعال في تنقيه البشره وتبييض البشره وتوحيد لون البشره وشد البشره والتخلص نهائيا من تجاعيد وتسبغات وحروق الشمس. هذا الماسك هذا حتى هو كنستعملو 20 دقيقه وكنغسلو بحركات دائريين وكنغسلو بالماء البارد. دابا غادي نخليكم تشوفوا اخر خطوه ونتلاقاو. اخر خطوه واللي هي غلق المسام. بالنسبه لي انا غلق المسام ضروريه، سواء خاصكم تستعملوا الثلج او لا تونر. انا شخصيا كنفضل الثلج لانه كيغلق المسام وكيعطي واحد اللمعان وكيشد البشره وكيحافظ لنا على المرونه وشباب البشره. شوفوا تبارك الله النتيجه ديال الروتين. الصراحه النتيجه ديال هذا الروتين هذا اذا طبقته كيف ما شاركته معكم فالنتيجه غتبان لكم من اول استعمال، وغادي يعطيكم واحد اللمعان وواحد البريق في البشره ديالكم كيف ما كتشوفوا في الفيديو هذا. كما قلت لكم انا كنستعمل الثلج كخطوه اساسيه، ويمكن لكم تستعملوا من بعد الثلج تونر بحال بحال. كيف ما شفتوا معايا الثلج فهو خطوه اساسيه في الروتين ديالي للعنايه بالبشره. الصراحه انا بالنسبه لي الثلج ما كنستغناش عليه لانه كيساعد في غلق المسام، شد البشره، تخلص من التجاعيد، كيعطي واحد اللمعان واحد الاشراقه للبشره. خاصكم تعرفوا على ان المداومه على الثلج كيخلصكم نهائيا من الحبوب والبوتوك احمرار الحبوب في البشره ديالكم وتوهج البشره. خاصكم تعرفوا على ان الثلج كيهدئ البشره وكيساعد في ترطيب البشره وغلق المسام والتخلص نهائيا من الحبوب، وما كيخليش الحبوب يبقاو طالعوا في البشره ديالكم. انا شخصيا كنستعمل الثلج دائما يعني يوميا في الروتين ديالي وما كنستغناش عليه، سواء في الصيف في الشتاء يعني اي وقت كنستعمل الثلج البشره ديالي يوميا صباحا ومساء البشره ديالي باش كنحافظ على المسام مغلوقه وشد البشره. الثلج فهو كيساعد في الحفاظ على شباب البشره والتخلص نهائيا من مشاكل ديال المسام. كنصحكم تجربوها وردوا عليا طبعا. وطبعا الترطيب حتى هو خطوه جد اساسيه في الروتين للعنايه بالبشره. اذا بغيتوا تعرفوا اشنو هما الكريمات اللي كنستعمل البشره ديالي، ما عليكم الا تقلبوا في القناه وغادي تلقاو بزاف ديال الفيديوهات اللي فيهم كاع داكشي اللي كنستعمل البشره ديالي. خاصكم تعرفوا على انني انا شخصيا كاع داكشي اللي كنستعمل يعني اللي كنستعمل كنشاركوا معكم خطوه بخطوه، يعني حتى شي حاجه ما كنخبيها عليكم. ما عليكم الا تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش انفو نحط شي فيديو وصلكم نتوما الوالا، وتقلبوا في القناه غتلقاو بزاف ديال الفيديوهات على العنايه بالشعر الوجه والجسم. وطبعا كما قلت لكم الترطيب فهو خطوه جد اساسيه للعنايه بالبشره والجسم بصفه عامه، وخطوه ما كنستغناوش عليها. والترطيب يعني شي حاجه اللي جد اساسيه وضروريه في الروتين ديالنا. كان هذا هو الروتين ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم تكونوا استفدتوا معايا. طبعا هذا الروتين هذا كنتمنى انكم تجربوه كيف ما هو باش تحصلوا على بشره صافيه ولامعه وموحده وتخلصوا من جميع المشاكل اللي عندكم. دابا وصلنا لاخر ديال الفيديو، فوقاش غادي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. باي باي.